أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. السيسي يؤكد لوزير خارجية الصين أن الحفاظ على أمن مصر المائي هو الموقف الوطني الثابت في التعامل مع قضية السد الإثيوبي. خلال تفقده العالمين الجديدة، مدبولي يوجه بتسريع معدلات التنفيذ ويؤكد أنها منطقة واعدة بالفرص الاستثمارية. بالتلبية والتكبير والتهليل، ضيوف الرحمن على صعيد عرفات خلال سويعات لأداء ركن الحج الأعظم بعد انقضاء يوم التروية. كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بحث خلاله تطورات عدد من الملفات الإقليمية، كما تبادل الزعيمان أيضا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن حرصهما على تعزيز أطر التعاون القائم خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وزيادة معدلات التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية. كما تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها. وقد بادل الرئيس الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنيا أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليمن والبركات. كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله عز وجل أن يعيدها على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بشأن قضية السد الإثيوبي وحفاظ مصر على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي يحقق مصالح الجميع بشكل عادل. جاء ذلك خلال استقبال سيادته لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي أوضح تفهم بلاده للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد وانغ بي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير الصيني بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الصيني في مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينغ، ومؤكدا حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، خاصة وأن العام الحالي يتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، والتي شهدت مسارا ممتدا من التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات، وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية التي تعد قصة نجاح يسعى العالم إلى دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة لرخاء ورفاهية الشعوب. من جانبه نقل وزير الخارجية الصيني إلى السيد الرئيس رسالة شفهية من الرئيس شين جين بينغ تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، ومشيرا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير للسيد الرئيس ولمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. واتصالا بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الدولي، أوضح وزير الخارجية الصيني قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والطاقة والعلوم. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لأفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشادة في هذا الإطار بالتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، وصولا إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح ساينوفاك في مصر، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، مع الإعراب عن التطلع إلى استمرار التعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات، سعيا لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تداعيات الوباء. كما أكد السيد الرئيس الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية بالدولة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق، وكذلك الدور الهام الذي تقوم به المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجا ناجحا للتعاون الاستثماري بين البلدين. كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل. وقد أوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف. وقع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصيني وانغ يي بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العالمين اتفاقا لإنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة، وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية تركزت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا محل الاهتمام. أعرب شكري خلال المباحثات عن تطلع مصر لمزيد من الدعم والمساندة من الصين في قضية السد الإثيوبي في ضوء أهمية الملف لكل من مصر والسودان.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مدينة العالمين الجديدة منطقة واعدة بالفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن التصور الذي يتم تنفيذه يجعلها مدينة المستقبل. تأكيدات مدبولي جاءت خلال تفقده لعدد من المشروعات ذات الغرض السكني والسياحي التي يتم تشييدها بالمدينة. كما زار مدبولي عددا من الأبراج التي شيدت بالفعل ويتم استكمال تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، أبراج مارينا العالمين، ووجه رئيس الوزراء بتسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من تخطيط الشوارع في المنطقة المحيطة بالأبراج وتشجيرها. أكد رئيس الوزراء أن الجامعات الأهلية هي نموذج دولي معاصر لجامعات الجيل الرابع تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وخلال تفقده لجامعة العالمين الدولية، أشاد رئيس الوزراء بإمكانات الجامعة وقيامها بإبرام شراكات دولية مع عدد من الجامعات الأجنبية الكبرى. كما أشاد بحركة التطوير الشاملة التي تشهدها الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تستهدف إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا 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 شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كل عام وأنتم بخير. تتوجه جموع الحجيج اليوم التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها. ساعات تفصل ضيوف الرحمن ومسلم العالم في مشارق الأرض ومغاربها عن أعظم الأيام وأشرفها. إنه يوم عرفة، حجاج بيت الله الحرام يبيتون ليلتهم فوق مشعر منى في مخيمات معقمة بعد قضاء يوم التروية إذانا ببدء مناسك الحج. 60,000 فقط اصطفاهم الله عز وجل وكرمهم بزيارة بيته العتيق وأداء الركن الأعظم هذا العام. حجاج انطبقت عليهم لائحة من الشروط الدقيقة، فهم من المقيمين بالأراضي السعودية تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما. تلقوا جرعتي لقاح كورونا ومن غير ذوي الأمراض المزمنة. الحمد لله توفقت وتم اختياري من ضمن 60,000 والحمد لله. تحد كبير سبق ونجحت فيه المملكة بامتياز العام الماضي بإمكانات مادية ولوجستية هائلة، وذلك لتأمين واحد من أكبر التجمعات البشرية السنوية في ظل جائحة لا ترحم. وبأعلى مستويات الاحتياطات الصحية تدير المملكة الحدث الجلل، عمليات تعقيم وتطهير وتعطير لا تتوقف، بطاقات ذكية تسمح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق والمناطق المقدسة، حافلات مجهزة لا يتعدى ركابها 20 حاجا للتنقل بين المشاعر. أما هذا الروبوت فقد استحدث خصيصا لتوزيع مياه زمزم المباركة لتروي ظمأ الحجيج دون تزاحم أو تلامس تجنبا لانتقال العدوى. ونظمت السعودية العام الماضي أصغر موسم حج في التاريخ الحديث بحجيج قدروا ببضعة آلاف، وارتفع عددهم هذا العام لعشرات الآلاف على أمل ورجاء من المولى عز وجل أن يكتبه لكل مشتاق العام القادم، وقد من علينا بالصحة وزوال البلاء. تجرى الآن عملية استبدال كسوة الكعبة المشرفة المكونة من 56 قطعة مقسمة إلى 16 قطعة للحزام وثماني قطع تحت الحزام و25 قنديلا وثلاث قطع صمدية وثلاث قطع عرق وقطعة للمزرب. نتابع. في مثل هذا اليوم من كل عام وكما جرت العادة، يتم استبدال كسوة الكعبة القديمة بالجديدة
على يد منسوب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. الكسوة تصنع من الحرير الخالص والذهب، حيث يتم تسليم سدنة الكعبة الثوب الجديد ليتم فجر التاسع من شهر ذي الحجة إنزال الكسوة القديمة للكعبة وإلباسها بالجديدة، ويتم العمل فيها حتى صلاة العصر من نفس اليوم، ثم ترد الكسوة القديمة إلى مستودع المصنع للاحتفاظ بها. أكثر من 240 صانعا وإداريا يعملون في صناعة الكسوة داخل أقسام المصنع المزود بآلات حديثة ومطورة تقوم بعمليات الصباغة والنسيج والطباعة والتطريز والحياكة. ويضم المصنع عدة أقسام تتعلق بصناعة الحزام وخياطة الثوب والمصبغة والطباعة والنسيج الآلي واليدوي وتجميع الكسوة بأكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول، حيث يبلغ طولها 16 مترا، وتعمل بنظام الحاسب الآلي إلى جانب بعض الأقسام المساندة مثل المختبر والخدمات الإدارية والصحية للعاملين بالمصنع. وتقارب تكلفة صناعة كسوة الكعبة 30 مليون ريال سعودي، وتستهلك نحو 700 كيلو جرام من الحرير الخالص الذي تتم صباغته داخل المصنع باللون الأسود، و120 كيلو جرام من أسلاك الفضة والذهب مبطنة من الداخل بقماش من القطن الأبيض المتين. وتستبدل كسوة الكعبة مرة كل عام، بينما كسوتها الداخلية ذات اللون الأخضر لا تستبدل إلا على فترات متباعدة حسب ما تدعو الحاجة. أحداثنا متواصلة فيها بعد الفاصل. المستوطنون اليهود يقتحمون المسجد الأقصى في حماية الاحتلال، والرئاسة الفلسطينية تعتبره استخفافا بالمواقف الدولية، ومصر تدين التعدي على المقدسات. أهلا بكم من جديد. أكدت مصر رفضها الكامل لتجدد الانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك من قبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن مصر طالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى الذي يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء الأرض، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية لحماية المصلين حفاظا على الأمن والاستقرار، مع الامتناع عن كل ما يسهم في خلق أي توتر أو إجراء يؤدي إلى التصعيد، والدفع قدما لإحياء العملية التفاوضية على أسس المرجعيات القانونية والقرارات والشرعية الدولية المعروفة في إطار حل الدولتين. هذا ووصفت الرئاسة الفلسطينية مواصلة إسرائيل اقتحام الأماكن الدينية بأنه استخفاف بالمواقف الدولية، محذرة من تلك الإجراءات أنها ستضر بأمن واستقرار المنطقة. من جانبه وجه المجلس الوطني الفلسطيني نداء عاجلا للمؤسسات العربية والإسلامية وكذلك مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتها واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. والآن مشاهدينا الكرام مع هذا التقرير العالمي. نفت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء مع إيران، متهمة الأخيرة بمحاولة التهرب من اللوم بخصوص المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات النووية. كما أكدت واشنطن في الوقت نفسه استعدادها للعودة لتلك المفاوضات، وكانت إيران قد أكدت مجددا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا ينص على تبادل الإفراج عن 10 سجناء من الجانبين لدواعي إنسانية. احتجزت السلطات التركية 133 من المهاجرين غير الشرعيين ومعظمهم أفغان قرب حدودها الجنوبية مع إيران خلال اليومين الماضيين وسط تصاعد للعنف في أفغانستان. وقال مسؤولون بوزارة الداخلية التركية إن السلطات احتجزت 73 أفغانيا أمس في إقليم أفان بشرق البلاد، فيما احتجزت 60 آخرين منهم 59 أفغانيا في منطقة أرجيش في فان.
استدعت أفغانستان سفيرها ودبلوماسيين كبارا آخرين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد عقب خطف ابنة ممثلها في باكستان، وأعربت الحكومة في كابول عن قلقها ما دامت التهديدات التي تطال أمن دبلوماسيها ماثلة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأفغانية. مشاهدي الكرام، لا تزال موجة من الطقس السيء تجتاح العديد من دول العالم، نرصد أبرزها في التقرير التالي. وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأضرار التي تسببت بها الفيضانات في غرب ألمانيا بأنها مخيفة وتفوق التصور، وذلك بعد أن لقي بسببها ما يقرب من 144 شخصا مصرعهم. وتعهدت ميركل بتقديم المساعدات اللازمة للمناطق المتضررة، كما طلبت بالإسراع في مكافحة التغير المناخي. وننتقل إلى النمسا، حيث تسببت غزارة مياه الأمطار في حدوث فيضانات هائلة اجتاحت كل شيء وامتلأت المنازل بالمياه، وطالبت قوات الدفاع المدني السكان بعدم مغادرة منازلهم بعد أن تسببت العواصف في أضرار جسيمة بالبلاد. أما في بلجيكا فقد لقي 27 شخصا مصرعهم جراء الفيضانات، بينما تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث وسط الأنقاض للعثور عن الناجين. وتستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على بلجيكا وكل من سويسرا ولوكسمبورغ وهولندا، تاركة شوارع ومنازل مغمورة بالمياه. في الهند ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مدينة مومباي إلى 25 قتيلا، وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه سيتم صرف تعويضات لأسر الضحايا، في حين لا تزال عمليات البحث عن مفقودين جارية. والآن مشاهدينا الكرام، مع آخر تطورات فيروس كورونا على مستوى العالم. للمرة الثانية يخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعزل، ولكن هذه المرة سيكون العزل خارج أوقات العمل. فقد أعلن وزير الصحة البريطاني عن إصابة جونسون بكوفيد-19 عقب مخالطته ووزير ماليته لشخص مصاب، مما استلزم عزلهما. أما فرنسا فقد فرضت على المسافرين غير المطعمين القادمين من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان وهولندا إبراز فحوص لكشف الإصابة لا تزيد مدتها على 24 ساعة. الإجراءات الفرنسية جاءت في الوقت الذي تزداد فيه المتحورة دلتا شراسة وتودي بحياة وتصيب المزيد من الفرنسيين، لتدفع بذلك باريس لتوسيع قائمة ما وصفتها بالبلدان الحمراء لتشمل تونس وموزمبيق وكوبا وإندونيسيا. من ناحيته أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تسفر الإجراءات الصحية الأخيرة الأكثر تشددا والتي اتخذتها بعض الدول الأعضاء عن نتائج إيجابية في مواجهة المتحورة دلتا. وفي اليابان، ومما أثار خوفا في الأوساط الرياضية، أعلن عن إصابتين بفيروس كورونا في صفوف الرياضيين المقيمين في القرية الأولمبية، وعن حالة ثالثة لرياضي يعيش خارجها، وذلك قبل انطلاق أولمبياد طوكيو خلال الأيام القليلة القادمة. متواصلون معكم في أحداث 24 ساعة، وفيها بعد قليل من أخبار الرياضة. وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا. والآن مشاهدينا الكرام، مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. الأهرام: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد لوزير خارجية الصين أن موقف مصر بالحفاظ على أمنها المائي وحقوقها التاريخية في النيل ثابت.
من الوطن، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يعلن عن اعتماد 40 مليون جنيه لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن. من الدستور، وزارة التخطيط تعلن عن إقامة 108 محطات لرصد ملوثات الهواء تغطي 23 محافظة على مستوى الجمهورية. ومن الوفد، وزارة التموين والتجارة الداخلية تشن حملات رقابية يوميا على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفين. من الأخبار، وزارة الأوقاف تعلن عن بدء حملة نظافة وتعقيم للمساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك. وأخيرا من الشروق، نقرأ الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة يؤكد رفع درجة الاستعداد لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد. أتوقع أن يسود خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة، رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد. والآن مشاهدينا الكرام نتعرف على درجات الحرارة بإذن الله المتوقعة غدا. نهاية أحداث 24 ساعة قدمناها لكم من التلفزيون المصري. كل عام وأنتم بخير، تصبحون على خير.